تابعنا مع حضراتكم هذا الاحتفال المهم وفي تقليد سنوي يحرص عليه السيد الرئيس بعد عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك، الاحتفال مع أبناء الشهداء وأسرهم بمناسبة الأعياد، وبالطبع هذا تقليد سنوي يحرص عليه السيد الرئيس منذ سنوات طويلة. الحقيقة توجه السيد الرئيس بالتحية والتقدير إلى الشهداء وأسرهم لما قدموه من تضحيات جلال، وهو بالطبع كان هذا أحد الأسباب الرئيسية لإقامة الدولة المصرية. أهلا بكم من جديد، وبالطبع الاحتفالات في مصر مستمرة بمناسبة عيد الفطر المبارك. أعاد الله علينا وعليكم وعلى الأمة المصرية والشعب العربي والإسلامي بكل خير. وبالطبع وفي التقليد السنوي كما ذكرنا لحضراتكم، هذا تقليد حرص عليه السيد الرئيس منذ سنوات طويلة بأن يكون مع أسر الشهداء وأطفال الشهداء وذويهم وأهليهم وزوجاتهم في تقليد سنوي يحرص دائما السيد الرئيس على التواجد دائما. وقد توجه السيد الرئيس لما قرر الاحتفال مصطحبا الأطفال وأطفال وأسر الشهداء معه داخل هذا الاحتفال لكي يضفي نوع من الابتسامة وكنوع من تذكر دائما أسر الشهداء بكل خير. وذكر السيد الرئيس في سياق حديثه بأنه يرحب بأسر الشهداء دائما، وهذا تقليد هو يحرص عليه بأن يكون متواجد ما بين أبناء الشهداء وما بين أزواجهم وأهاليهم. وكذلك أضاف السيد الرئيس بأن هذا الاحتفال هو مثابة رد الجميل لأسر الشهداء، وأنه دائما الشهداء مصر في قلب وعقل كل مصري، لأنهم لولاهم لما كنا اليوم في هذا المكان تحديدا. وهذا ما قاله السيد الرئيس: نحن هنا بفضل تضحيات الشهداء، لن ننسى أبناءكم ولن ننسى أزواجكم ولن ننسى آباءكم ولن ننسى أبدا ما قدمتموه من تضحيات جلال لمصر، ودائما أنتم أصحاب الفضل علينا ودائما أنتم أصحاب الفضل على مصر، وقد ضحيتم بكل غالي ونفيس لكي نكون نحن الآن ننعم بكل هدوء وبكل أمن وأمان. فتحية تقدير إلى شهداء مصر الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن. وكان السيد الرئيس قد أدى صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة. معنا الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة مؤسسة اليوم السابع. أستاذ أكرم كل سنة وحضرتك طيب. أستاذ أكرم كل سنة وحضرتك طيب وبخير. كل سنة وطيبين بخير، والسادة المشاهدين بخير، وطبعا الرئيس والدولة كلها ومصر يعني كل خير وسعادة وسلام إن شاء الله. أستاذ أكرم، يعني طبعا التقليد السنوي الذي يحرص عليه السيد الرئيس دائما هو التواجد مع أبناء الشهداء وأسرهم في تقليد سنوي اعتدنا عليه دائما في لفتة كريمة من سيادته بأن يكون مع أطفال الشهداء لكي يحسسهم بأن مصر تتذكر دائما ما قدموه آبائهم لمصر، وبالتالي هذا مثابة رد الجميل لهم وأن مصر دائما تتذكر أبنائها بكل خير. بالتأكيد طبعا هو تقليد مهم جدا، والحقيقة أصبح بينتظره المصريين كل سنة بجد، لأنه أولا تكريم أبناء الشهداء وأسرهم بشكل دائم ومستمر، والتأكيد على أن الدولة لا تنساهم والمصريين لا ينسوهم. بجانب أيضا الحقيقة كمان النهاردة في لفتة جيدة أنه أطفال ومشاركين من غزة بيشاركوا حفل العيد زي ما كان إطار الأسرة المصرية، ده
بالتأكيد برضو لالتزام مصر ويعني دعمها الدائم للقضية الفلسطينية والتزامها به. فيعني أبناء الشهداء طبعا الرئيس ولا الوقت يوقف إن إحنا لن ننساهم، إن هم قدموا دور مهم وهم كانوا سبب مهم جدا في ما وصلت إليه مصر من استقرار وكل الأمن والاستقرار والتقدم اللي بيحصل كله بفضل أبناء الشهداء وتضحياتهم، لأنه التهديدات الإرهابية ما كانتش هينة فكت الدول من حوالينا ودمرت دول أخرى وأدخلت أخرى في الفوضى. فبناء عليه يعني الحقيقة الاحتفالية مهمة وبتبقى رمزية إنه الدولة كلها والرئيس كممثل للمصريين بيكرم أسر الشهداء وبيتبادل معهم الهدايا والإفطار وغيره. فده يعني شيء مهم، ويمكن إن عكس في كلام أهل الشهداء وأمهات وأخوة وأبناء الشهداء، وكان حريص جدا الرئيس إنه يكرم كمان الأطفال ويتبادل معهم التهاني ويتبادل معهم الهدايا. والحقيقة يعني لفتة جميلة ومؤكدة لفكرة إن مصر لا تنسى أبنائها الأبرار الشهداء. نعم. طيب أستاذ أكرم، برضو يعني وجود زي ما ذكرت في سياق حديث حضرتك وجود الإخوة الفلسطينيين، وقد ذكرنا يعني في الاحتفالات وأن كنا نحتفل في مصر بمناسبة عيد الفطر المبارك، لكن ما زال في القلب غوصة كما يقولون بمناسبة ما يحدث الآن في غزة، لكن وجود بعض من أهالينا من فلسطين، هذا يدل أن مصر حتى تتذكر دائما الإخوة الفلسطينيين دائما في كل وقت وحين، حتى وإن كان هناك احتفالات لابد أن نحتفل سويا وأن يكون الفرح والهم واحد، وهذا ما يدل أن هناك لحمة ما بين الشعوب العربية. أستاذ أكرم، لا بالتأكيد طبعا، هو رمزية المشاركة الفلسطينيين الأخوة الفلسطينيين باحتفالات عيد الفطر يعني مع الرئيس حقيقة لفتة رائعة. وزي ما أنا قلت كمان كان في إفطار الأسرة المصرية كان فيه ممثلين فلسطينيين موجودين، فالحقيقة يعني كمان والرئيس يعني التقط صور مع أبناء الشهداء، صورة تذكارية وكمان مع أهالي أبطال وأهالي غزة اللي كانوا حاضرين. رمزية حضورهم رمزية زي ما انت أشرت وزي ما احنا عارفين، دايما مصريين شايلين هم القضية الفلسطينية وبينفعلوا طول الوقت مع الشهداء ومع الكفاح المستمر للفلسطينيين، وبناء عليه ما بيبقوا موجودين معانا بيبقى شيء برضو رمزي وجيد جدا في انه يبنوا يعني يبقوا موجودين. وهذه المشاركة مشاركة مهمة جدا، لانه كمان يتكلموا ويتم تكريمهم ويبقوا موجودين، باعتبار انه المصريين بيحزنوا وهم بيحتفلوا لوحدهم، فما يبقوا موجودين بيفرحوا معا ويبقوا كمان يبقى الفرح شامل بشكل كبير. طيب أستاذ أكرم، برضو يعني انعكاسات مثل هذه الاحتفالات على أسر الشهداء كيف تراها يا أستاذ أكرم؟ يعني هذا مثابة رد الجميل وافتكارهم بشكل دائم حتى في كل المناسبات، هم معنا وإن كانوا غائبين بجسدهم لكن أرواحهم دائما معنا، ودائما ما تتذكر القادة السياسية أبناء الشهداء لكي يكونوا دائما مشاركين في كل الأفراح. طبعا الحياة الرئيس لا يترك مناسبة إلا ويؤكد لأننا لا يجب أن ننسى الشهداء، لأنه بفضلهم إحنا حصلنا على هذا الاستقرار وصلنا لهذه النقطة وهذه المشروعات وغيره، فعدم نسيانهم ده مهم. وكمان الحقيقة الرئيس برضه يؤكد دايما الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه لا يجب أن ننسى إن إحنا دفعنا ثمن كبير غالي من دم أبنائنا، إنه لا يجب أن يتكرر هذا الأمر ولا يجب أن نتكرر إنه مصريين طول عمرهم ايد واحدة وأقوياء وبيواجهوا أي تحديات وقادرين على مواجهة أي تحديات طالما هم واحد. وبالتالي فإحنا الثمن اللي اتدفع ده يجب إن إحنا نتذكر الشهداء ونكرمهم طول الوقت، وكمان نتذكر الثمن اللي إحنا دفعناه، هو ثمن ليس قليل في هذا الوقت وفي كل زمن، وكان من أجل الوصول إلى هذه النقاط وهذه الاحتفالات والأعياد وغيرها.
طيب استاذ اكرم، برضو يعني التواجد الان في العاصمه الاداريه الجديده وصلاه اليوم في المسجد الكبير بالعاصمه الاداريه الجديده وعقبه الاحتفال، هذا يدل ان الحقيقه ان المشاريع القوميه بدات بالفعل، يعني بدات تدب الحياه في العاصمه الاداريه الجديده، الوزارات انتقلت بالفعل، تم تنصيب السيد الرئيس في مجلس النواب الجديد، يعني ندل ان احنا نسير بخطى وثقه تجاه المشروعات القوميه وان بالفعل الحياه بدات تدب في كل مكان في العاصمه الاداريه الجديده، وهذا يدل على بعد الرؤيه اللي كانت خاصه بالسيد الرئيس بان يتم الاستثمار الحقيقي في هذه الاماكن التي اصبحت الان على مرأى ومسمع من الجميع. اكيد طبعا، احتفاليه النهارده عيد العاصمه الاداريه احتفاليه مهمه جدا وضروريه وكاشفه، لانه يمكن احنا شفنا حلف اليمين كان حفل بسيط جدا حلف اليمين، لكن شفنا ازاي العاصمه الاداريه وازاي هذا الحجم وهذا الانجاز في سنوات قليله، في 9 سنوات ازاي وصلنا لهذا الامر؟ رئيس تولى 10 سنوات منذ 2015 الحقيقه، وهو قرر العاصمه الاداريه كانت مجرد ارض صحراء فارغه، لا احد كان يتخيل او يصدق ان هي تصل لهذا الامر. النهارده الحكومه كامله، الوزارات كامله، كله انتقل الى العاصمه الاداريه، والمسجد الكبير النهارده الصلاه فيه يعني مسجد مصر، اعتقد انه الصلاه في مسجد مصر برضه لها رمزيه، هذا ليس مسجدا فقط، هو جزء من مركز اسلامي ضخم افتتحه الرئيس في رمضان قبل الاخير، رمضان يعني قبل العام الحالي 2023. فالحقيقه رمزيته في مكتبه في الدار للقران ضخمه جدا، في خط القران، في تدريس القران والتحفيظ، يعني الحقيقه فيه والقراءات وفي متحف مهم جدا وغيره. فالامر مش العاصمه الاداريه مش مجرد مباني، اصبحت هي رمز وهي عاصمه اداريه وجزء من القاهره بتراكماتها، والقاهره اصلا احد اعرق العواصم في العالم، وهي وجزء منها مهم، لا نترك العاصمه ولكن بنتوسع فيها، اعتقد انه فيها رمزيه في غايه الاهميه، وهذا الوزارات كلها والحكومه والاحتفالات، وانه صلاه العيد النهارده من العاصمه الاداريه من معناها انه احنا بنتكلم على ازاي اتسعت القاهره بهذا الحجم، وكان الكلام كله انه ان هي تضيق بالحكومه وانه الحركه فيها 4 كيلو في الساعه 2020، هذا كل ده تغير، شبكات طرق الوصول للعاصمه الاداريه اصبحت سهل بكل الطرق، سواء بالسيارات او بالمواصلات العامه او بالبترو او بالقطارات او بالمونوريل. النهارده في رمزيه كبيره لانجاز حققه المسلمين فعلا على مدى السنوات اللي فاتت، وكان يتكلف عشرات او عشرينات ضعف التكلفه الحاليه، لكن النهارده احنا بنتكلم على رقم، على عاصمه اداريه كبيره فيها الاجزاء السكنيه والاجزاء الاداريه والحكومه والاحياء الحكوميه، كل ده بشكل كبير جدا ومهم ومعبر عن هذا الوجود يعني. نعم. طيب استاذ اكرم، يمكن نحن تفصلنا يعني ايام قليله عن حلف السيد الرئيس لليمين الدستوريه لولايه رئاسيه جديده، وبالطبع يعني خلال العشر سنوات الماضيه مصر تحولت من دوله الى دوله اخرى بفضل الفكر الحديث والاستراتيجيه التي وضعها السيد الرئيس منذ توليه السلطه. نحن نتحدث عن اختلاف كبير في كل المرافق في الدوله الجديده، في الجمهوريه الجديده، نحن نتحدث عن نهضة شاملة في كل المجالات وتحسن في الأوضاع الاقتصادية بشكل واضح حتى خلال الأيام الماضية يا أستاذ أكرم. بالتأكيد، يعني أعتقد أنه كمان فكرة إدارة الأزمات وانعكاسات الأزمة العالمية وإزاي كانت مأثرة اقتصاديا وإزاي تم التعامل مع هذا الأمر بحداثة وبقوة، إزاي مصر اتعاملت مع أزمة كبيرة زي الحرب على غزة اللي كانت ممكن وما زالت هي أثرت على مصر، أثرت على المنطقة وعلى العالم زي حرب الأوكرانية في أوكرانيا أيضا، لكن مع ذلك استطاعت الدولة المصرية خلال هذه السنوات التعامل بحكمة وبتوازن شديد وبقدرة على المواجهة. ويمكن اللي أنت أشرت إليه في الاقتصاد النهارده، ضبط الأسعار، يعني الاستثمارات الخارجية في رأس الحكمة وفي غيره، وإزاي هذه التدفقات بتؤثر على الاقتصاد في مصر وتداعب تخلق فرص عمل وتخلق عوائد تخلق اتجاهات اقتصاديه جديده
بناء على خبرائه كمان، حتى الحوار الوطني اللي الرئيس دعا اليه قبل سنتين وازاي اثر بشكل كبير وتم تخصيص الكثير من مطالب الحوار الوطني وغيره. نحن نتكلم عن يعني خطوات مهمه وخطوات اتخذتها حتى الحكومه مؤخرا باجراءات لمواجهه الاقتصاد لانعكاسات الازمه الاقتصاديه، كل ده مهم جدا ومؤثر وكاشف عن قدرة الدولة المصرية وإنه العاصمة الإدارية مش مجرد مباني ولكنها فكر يتحرك بالشكل اللي يستطيع من خلاله وبالمعلومات وبالذكاء الاصطناعي وغيره إنه يتعامل مع الأزمات ويتعامل مع الواقع. نعم، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، شكرا جزيلا لحضرتك وكل عام وأنت بخير. وينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي والباحث السياسي. أستاذ جمال برحب بيك. تحياتي لحضرتك وتحياتي كل سنة وحضرتك طيبة أستاذ جمال. وحضرتك وكل الشعب المصري بخير وصحة وسعادة وكل عام ومصرنا في سلم وسلام وأمن وأمان. يا رب إن شاء الله دائما ربنا يتقبل هذه الدعوات الكريمة. أستاذ جمال الحقيقة بنتحدث عن الاحتفالات التي تشهدها مصر دائما في أعقاب كل عيد من الأعياد في تقليد يحرص عليه دائما السيد الرئيس، وبالطبع تواجده مع أبناء الشهداء حتى ودخوله منذ تواجده في منطقة الاحتفالات ودخوله مع أسر وأطفال الشهداء، هذا يدل أن مصر لا تنسى أبنائها أبدا وكل من ضحى له دائما مكان وله دائما في القلب محبة، وهذا يدل أن أسر الشهداء وأبنائهم وذويهم دائما في قلب وعقل القادة السياسية. بالتأكيد هذا التقليد الرئاسي الذي أصبح جزءا لا يتجزأ من احتفالات الشعب المصري بالعيد يؤكد أن هناك تقدير كبير بل تقدير عظيم للغاية من القيادة السياسية المصرية ومن الشعب المصري كله لأسر الشهداء، وعرفان بعظم هذه التضحيات التي لولاها ما كنا الآن لنحيا بسلام وأمان واستقرار. وهذا ما تحدث عنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في بداية هذه الاحتفالية حينما تحدث أن هذه التضحيات هي السبب الرئيسي في أننا الآن ننعم بهذا الاستقرار وبهذا الأمان وبهذا السلام، وبالتالي نحن نتحدث عن تقدير وعرفان من الدولة المصرية بعظم هذه التضحيات، تقدير أيضا وتكريم أسر الشهداء في هذا اليوم في عيد الفطر المبارك أيضا له رسالة مهمة للغاية، إننا حتى ونحن نفرح حتى ونحن نحتفل لا ننسى أبدا الألام، لا ننسى أبدا السبب الحقيقي في وجودنا الآن سعداء، وهي التضحيات العظيمة التي بذلها يعني أبطال مصر العظام من رجال القوات المسلحة المصرية أو من الشرطة المصرية. وبالتالي أنا أعتقد أن رسائل في غاية الأهمية تحملها هذه الاحتفالية التي أصبحت كما قلنا هي تقليدا رئاسيا عظيما للغاية ينتظره الشعب المصري. في الحقيقة أصبح يدخل البهجة والسرور على الشعب المصري، ويمكن أيضا زادت هذه المعاني اليوم بوجود أيضا أطفال من قطاع غزة، وهي دي أيضا كانت رسالة بالغة الأهمية أن الشعب المصري والدولة المصرية قيادة وشعبا لا تنسى الشعب الفلسطيني حتى وهي ترمم الجراح، حتى وهي تحتفل أيضا تتذكر القضية الفلسطينية، بل أن القضية الفلسطينية في عقل وجدان الدولة المصرية. نعم، طيب أستاذ جمال يعني الحقيقة أيضا أن السيد الرئيس يعني يرحب بأسر الشهداء، ويمكن في سياق حديثه اليوم أكد أن لن ننسى أبنائكم وأزواجكم وأبائكم، ولن ننسى أبدا ما قدمتموه من تضحيات جلال بالنسبة لمصر، وهذا يدل أن هناك التزام من السيد الرئيس شخصيا بأن يكون أسر الشهداء محل احترام وتقدير، وأن تكون أمورهم دائما ميسرة في مصر نظير لما قدموه لمصر والمصريين، وليس هناك أغلى من دمائهم أن تقدم لمصر بأي حال من الأحوال. بالتأكيد أتفق تماما، هناك التزام من الدولة المصرية برعاية أسر الشهداء، والقيادة السياسية المصرية في الحقيقة لديها اهتمام كبير برعاية أسر الشهداء، وهناك إجراءات تمت بالفعل على أرض الواقع سواء فيما يتعلق بصندوق رعاية الشهداء أو ما يتعلق بمثل هذه الاحتفاليات المهمة التي نراها ليست فقط لمجرد الاحتفال ولكن أيضا للتكريم والتقدير وإرسال رسائل مهمة حتى للأجيال القادمة أن هذه الدولة تقدر أبنائها من الشهداء وتقدر التضحيات. أيضا الكثير من الإجراءات الخاصة برعاية أسر الشهداء على أرض الواقع كلها تؤكد ان الدولة المصرية تفعل كما تقول، ويعني اقوالها ايضا تترجم الى افعال طوال الوقت،
وهناك حرص من القيادة السياسية المصرية حتى على تبادل الحديث مع أسر الشهداء، هذا ما نراه سواء في يوم الشهيد أو في مثل هذه الاحتفاليات. نجد السيد الرئيس أيضا يستفسر بنفسه من أسر الشهداء عن أحوالهم ويسألهم عن أحوالهم، وهذا يؤكد أن القيادة السياسية المصرية مهتمة اهتمام بالغ بتقديم الرعاية الكاملة لأسر الشهداء المصريين. وهذه في الحقيقة رسالة مهمة أن الوطن لا ينسى أبنائه، وكما تفضل السيد الرئيس وتحدث اليوم، لم ولن ننسى هذه التضحيات العظيمة التي هي السبب الرئيسي الذي تجعلنا اليوم ننعم بهذا الاستقرار وبهذا السلام في وسط هذا الإقليم المضطرب. الدولة المصرية قادرة على الصمود، قادرة على البقاء، لأن لديها الشجعان، لديها الأبطال، لديها تضحيات عظيمة استطاعت من خلالها الدولة المصرية أن تبقى وتصمد حتى في ظل كل هذه الصعاب التي مرت بها منذ عقد كامل. استطاعت الدولة المصرية أن تبقى في وقت عصفت يعني الرياح الفوضى والكثير من الأزمات بدول أخرى، إلا أن مصر استطاعت من خلال هذه التضحيات أن تبقى وتصمد وتبقى، وبالتالي عرفان وتقدير من الدولة المصرية اليوم وكل يوم بهذه التضحيات العظيمة التي هي سبب اليوم أننا ننعم بهذا الاستقرار والأمان. نعم. طيب أستاذ جمال، يعني لا يفوتنا بالطبع أن نؤكد الحقيقة على جدول المشاريع القومية الكبيرة التي أقامها السيد الرئيس، والحقيقة بدأنا نجني ثمارها، والاحتفال اليوم خير برهان على ذلك، ومن قبله طبعا احتفالية تولي السيد الرئيس فترة رئاسية جديدة، ورؤية المصريين بأم أعينهم بحجم التطور الكبير الذي يتواجد الآن في العاصمة الإدارية الجديدة، وقد أدى كمان السيد الرئيس صلاة اليوم في المسجد الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعقابه الاحتفال، ومن قبل مجلس النواب، ومن قبلها مع بداية العام وجود الوزارات وبدء العمل فعليا في العاصمة الإدارية الجديدة. نحن على اعتاب جمهورية جديدة بالفعل، ليس فقط بأن تتواجد مجموعة من المباني، لكن الفكر مختلف، التعامل والتعاطي مع المعطيات الجديدة الحقيقة يؤكد الفكر السباق لتوقيته بإقامة جمهورية جديدة بكل تفاصيلها. يا أستاذ جمال، بالتأكيد نحن على اعتاب جمهورية جديدة أساسها الأساسي هو بناء إنسان قوي، إنسان مصري يستطيع أن يواجه التحديات ويمر من الصعاب ويذهب بهذه الدولة نحو تحقيق الأمال والطموحات، وهذا ما تؤكد عليه الدولة المصرية دوما. وبالتالي ما نراه الآن من عظمة في الحقيقة فيما يتعلق بإنشاءات العاصمة الإدارية هي ليست فقط كما حضرتك تفضلت وذكرت مجموعة من المباني، ولكنها بنية تحتية وبنية تنموية تؤهل الدولة المصرية للمضي نحو تحقيق هذه الأمال والطموحات. حينما نتحدث عن البرلمان المصري في حلته الجديدة الذي لديه الآن البنية أو الرقمية والبنية التكنولوجية التي تسهل الأمر التشريعي، وأيضا الأدوات التي تسهل يعني عمل السادة النواب، حينما نتحدث عن المركز الخاص بالمركز الإسلامي مسجد مصر الكبير، هذا الصرح الإسلامي الضخم الذي يضيف لمصر أيضا قدرات فيما يتعلق بدورها كمنارة للعلم ومنارة للوسطية ونشر سماحة الدين الإسلامي، ما نرى من عظيم أو ما نرى من الكثير من المنشآت أيضا التي تساهم في أن تؤدي الدولة المصرية دورها سواء على صعيد تقديم الخدمات بشكل جيد وبجودة عالية للمواطن المصري، أو تساعد في أداء الدولة المصرية دورها إقليميا ودوليا. العاصمة الإدارية الجديدة في الحقيقة هي البنية التحتية الحقيقية التي يستطيع المواطن المصري الارتكاز عليها الآن ليمضي نحو تحقيق أماله وطموحاته. هذه هي الجمهورية الجديدة، جمهورية بناء الإنسان التي ترتكز على هذه المفردات، جمهورية جديدة ولدت من رحم أيضا وطن عريق لديه تاريخ عظيم، وهذا أيضا ما تؤكد عليه دائما الدولة المصرية، وهذا ما أيضا أنصتنا له في حديث تنصيب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. السيد الرئيس تحدث أننا أمة عظيمة، أمة لديها تاريخ عظيم، وبالتالي هذا التاريخ العظيم الآن لديه أيضا واقع عظيم، وهذا هو ما يتناسب مع واقع الدولة المصرية سواء على صعيد التاريخ أو على صعيد الواقع. نعم، بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك وكل سنة وانت طيب يا أستاذ جمال. أستاذ جمال، خلي يعني بالطبع مظاهر الاحتفال في كل مكان في مصر، وبالطبع المتنزهات تأتي دائما على رأس الأماكن التي يقصدها المصريين في كل الاحتفالات. هروح لزميلتي سارة متولي اللي موجودة في مقر الحديقة الدولية عشان نشوف مظاهر الاحتفال الموجودة الآن. سارة كل سنة وانت طيبة، ونقل لنا بقى مظاهر الاحتفال في الحديقة الدولية.
كل سنة وانت طيب عمرو، تحية ليك وتحية موصولة لمشاهدينا الكرام. بنحييكم في أول أيام عيد الفطر المبارك من داخل الحديقة الدولية. كما ذكرت أن الحدائق والمتنزهات هي وجهة أساسية وأصيلة للمحتفلين في أيام المناسبات والأعياد المختلفة، وبالطبع منها عيد الفطر المبارك. مع الساعات الأولى من الصباح وتحديدا منذ 8 صباحا فتحت الحديقة الدولية أبوابها لاستقبال المحتفلين. الحديقة تمتد على مساحة 55 فدان تتنوع فيها الوجبة الكرنفالية الترفيهية الموجودة داخل أروقة الحديقة. لمزيد من المتابعة يطلعنا عليها اللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة بمحافظة القاهرة. سيادة اللواء بنرحب بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. أكيد في استعدادات مكثفة من قبل أيام عيد الفطر المبارك، إيه اللي تم وإيه اللي هيلاقيه الزائر داخل الحديقة؟ أنا برحب بيكم طبعا في الحديقة الدولية إحدى حدائق محافظة القاهرة. احنا عندنا المشروع عندنا 22 حديقة الحقيقة بيمثلوا اربع جهات او اربع مناطق في محافظة القاهرة. الحقيقة كان في استعداد جامد للمناسبة السعيدة ديت عيد الفطر المبارك. الحقيقة بيبقى في فترة رمضان الحقيقة بيبقى في استعداد على اساس ان تبقى الحدائق كلها جاهزة لاستقبال الجمهور. يمكن حضرتك النهارده مشرفينا في الحديقه الدوليه زي ما حضرتك ذكرت 55 فدان. هي مساحه الخضره الحقيقه اللي موجوده فيها بتمتاز بالاشجار والاشجار النادره والزهور والنباتات الحقيقه النادره اللي موجوده في الحديقه. الحديقه الحقيقه طبعا فيها مجموعه كبيره جدا من الانشطه سواء الانشطه الثقافيه او الترفيهيه. لو اتكلمنا على الانشطه الثقافيه اللي موجوده عندنا هنلاقي عندنا حديقه الحيوان. الحقيقه زي ما ذكرت الحديقه قبل كده ان بيبقى في ناحيه ترفيهيه للاولاد في الحديقه ديت وبتديها جرعه ثقافيه لكيفيه التعامل مع الحيوان مع الاولاد والجمهور. يعني الحقيقه موجود فيها ناحيه ثقافيه ثانيه فيها بعض المصبرات ازاي يتعود ويعرف الحاجات اللي موجوده اللي غير مضرة أو الحاجات الأليفة اللي ممكن يتعامل بها في الحديقة. بالإضافة لأجهزة الترفية كمان عندنا الساحر والألاجوز والرعب والسينما 3D يعني وعندنا الحقيقة طبعا أكثر من 20 جناح بيمثلوا دول عربية ودول أفريقية ودول أسيوية وأمريكا اللاتينية. الحقيقة الأجنحة دي الحقيقة مفتوح أبوابها لكل الجمهور عشان يتعرفوا على ثقافة هذه الدول. الحقيقة برضو لو الكاميرا دارت هنلاقي عندنا مجموعة من الكافيتريات الحقيقة بحالة جيدة جدا تم مراجعتها قبل العيد. بنراجع الأسعار بنراجع الأنشطة اللي هتقدمها أثناء فترة العيد. عندنا طبعا حضرتك ملاهي بتعتبر من أجمل الملاهي ومن يعني أحدث الملاهي اللي موجودة في محافظة القاهرة. بتقدم خدمات للطفل اللي عنده سنتين حتى أكتر من ذلك يعني. فالحقيقة الحديقة كلها الحقيقة مجموعة كبيرة جدا من الأنشطة. عندنا المسرح بتاع وزارة الثقافة بيقدم عرضين كل يوم مجانا للجمهور اللي هي مسرحية كراتشي. عندنا حضرتك قاعة الحقيقة بتعتبر من القاعات الجميلة متعددة الأغراض بتزع أكثر من 350 فرد بتستخدم إلى يعني كاحتفالات أفراح سيمينار يعني كل الأنشطة الحقيقة بتبقى موجودة فيها. لو عندنا ذكرنا فكرة الجمهور وكررناها أكثر من مرة إن كل الخدمات دي موجهة للجمهور، فطبيعي إن الخدمات دي هتكون بالتعاون الحفاظ عليها بالتعاون بين الجمهور وبين إدارة الحديقة. إيه اللي ممكن نطلبه من الجمهور عشان الخدمات دي نحافظ عليها وتكون مطورة ومحدثة بشكل أفضل؟ أكيد طبعا إحنا محتاجين الجمهور ووعيه الثقافي عندنا يعني لأن أنت عارف حضرتك مساحة كبيرة جدا وأعداد المترددة على الحديقة أعداد بتفوق الآلافات يعني. في الحقيقة برضك المخرجات اللي تطلع من وراهم أو بتيجي من معاهم يعني الحقيقة بتبقى فيها عبء جامد جدا على العاملين علشان يرجعوا الحديقة إلى مكانتها عليه علشان اليوم الثاني لاستقبال الجمهور تبقى الحديقة لائقة باستقبال الجمهور. اللي احنا طمعين منه يعني ان بس توجيه أبناء الأمور أو آباء الأمور ان هم يحاولوا يجمعوا المخلفات بتاعتهم في الأكياس سواء كان كيس معاه أو اللي ياخدوا من عندنا وعلشان يساعد الناس في تمشيط الحديقة أو رفع كفاءتها. حاجة تانية بنطمع ان الأولاد ما يقطعوش الزهور والنباتات الجميلة اللي احنا بنزين بها الحديقة علشان ده حقه وحقك وحق كل واحد علشان ده اما يجي في تاني يوم يلاقي الحديقة جميلة في استقباله يعني.
على ذكر الجمهور، احنا لاحظنا بجوله داخل الحديقه الاعداد كبيره ما شاء الله، هل بيكون في استعداد معين لفكره شبابيك التذاكر، منع التزاحم، الخدمات اللوجستيه اللي موجوده داخل الحديقه؟ الحقيقه طبعا في مجموعه من شبابيك التذاكر بره، يعني مش جوه الحديقه، لا بره الحديقه، الحقيقه منفصله تماما عن الحديقه. ممكن اكتر من منفذ قطع التذاكر بيبقى موجود علشان نيسر على الجمهور طبعا، يعني فالامور سهله الحمد لله، والجمهور الحقيقه زي ما تشاف حضرتك مستمتع تماما زي واحنا كمان مستمتعين معاهم، والحمد لله الجو النهارده يعني يساعد على التواجد معانا في الجنينه يعني. أنا حضرتك طيب مرة تانية، ودي كانت لمحة سريعة عن الاحتفال للمصريين داخل أروقة الحديقة الدولية، كما ذكرنا بالحديث أيضا مع الجمهور أثنوا على الخدمات المقدمة، أكدوا سعادتهم وفرحتهم بقضاء أول أيام عيد الفطر داخل هذه الحديقة اللي بتعد أحد الوجهات الأساسية والرئيسية بالنسبة لأنها مسطح أخضر، بالنسبة لأنها حديقة ومتنزه، وده بيكون المقصد الأساسي كما ذكرنا في البداية للمحتفلين خلال أيام عيد الفطر أو أي من المناسبات لأخذ استراحة وفصل قصير من أعباء الحياة اليومية والعودة مرة أخرى سواء إلى استكمال الدراسة أو إلى استكمال الأعمال الخاصة بالمواطنين المختلفين. إليك عمر. شكرا جزيلا ليك يا سارة، كل سنة وانت طيبة، وبالطبع سنعود ليك بعد قليل بقى نشوف فرحة الأطفال كده وهم بيلعبوا. الحديقة الدولية الحقيقة مكان رائع جدا لأن يكون حد متواجد فيه، لأن هي اسم على مسمى، بتحتوي طبعا على الأماكن العالمية أو كل لمحة من كل مكان في العالم، وهذا هو سبب تسمية الحديقة الدولية بهذا الاسم. فأعتقد هي خروجة مثالية لعيد الفطر المبارك، كل سنة وحضراتكم طيبين. بالطبع أكيد مش بس الحدائق بس هي المقصد الرئيسي لسكان القاهرة، لكن كمان من أهم الأماكن اللي لازم نروحها وننتقل ليها هو نهر النيل بكل أشكاله وبكل أطيافه وبكل الخروجات اللي موجودة فيه، سواء حتى التمشية على نهر النيل. لكن احنا هننقل لحضراتكم صورة من مقر الأتوبيس النهري مع زميلتي ولاء الحديني اللي بتاخد جولة كده في الأتوبيس النهري نشوف فيها كل جديد. ولاء كل سنة وانت طيبة، وانت متواجدة الآن في مقر الأتوبيس النهري بالقاهرة، ولنا بقى ايه الاجواء الموجودة عندك على نهر النيل والاتوبيس النهري، ويخرجه كده حلوة جدا للمصريين في صباح يوم عيد الفطر المبارك. كل سنة وانت طيب وعيد سعيد يا رب على المصريين جميعا. يعني زي ما ذكرت احنا دلوقتي بنتكلم عن مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك، تتعدد هذه المظاهر ما بين الخروج للحدائق، ما بين الخروج للمتنزهات العامة كما ذكرت، وكما يعني ذكرت زميلتي سارة في الخدمة الإخبارية السابقة، الآن أتواجد في مرسى الأتوبيس النهري، هذه الرحلة النيلية التي تعد إحدى مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك. هنا يوجد عدد كبير من المواطنين يستقلون الأتوبيس النهري للذهاب إلى القناطر الخيرية وقضاء أول عيد الفطر المبارك، أجازة أول عيد أول يوم في عيد الفطر المبارك. مزيد من التفاصيل حول أنواع الرحلة النيلية، حول الإجراءات اللي اتخذتها هيئة النقل العام لتسهيل على المواطنين استقلال هذا الأتوبيس النهري، ينضم إلينا على الهواء مباشرة المهندس محمد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية بهيئة النقل العام القاهرة. أهلا بحضرتك. أهلا فندم. أهلا فندم. يعني مهندس محمد، كنت عايز أعرف من حضرتك أنواع الرحلات اللي بتتم أول يوم عيد الفطر المبارك والإجراءات اللي تم اتخاذها لتسهيل هذه الرحلات. حضرتك بداية بنهنئ السيد رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الفطر، ونهنئ الشعب المصري كله، ونحب نوضح للجمهور العظيم أن الأتوبيس النهري هيئة النقل العام بيشتغل بتنسيق ودقة عالية جدا ومتابعة مستمرة من السيد الوزير محافظ القاهرة والسيد اللواء مهندس رئيس مجلس الإدارة. المتابعه دي مش في اثناء التشغيل او اثناء الرحلات، لا ده المتابعه دي بتسبق الرحلات بمده كبيره فيها استمراريه لتوفير اقصى دواعي الامن والامان للراكب. التنسيق ده بيتم بيننا وبين الهيئه العامه للنقل النهري كاشراف من جهتها على سلامه الوحدات وعلى مطابقتها للمواصفات اللي هتخليها تبحر بامام الركاب، مع جهاز الشرطه
ضباط الشرطه زي ما حضرتك شايفها وانت متواجدين معانا تحت كلهم ومتواجدين على الوحدات مع الجمهور مع داخل الهيئه مع الفنيين والمهندسين داخل الهيئه بحيث ان احنا نعد الوحدات النهريه اعداد جيد تقوم تأدي رحلات جيده للجمهور في عيد الفطر المبارك. الرحلات عندنا في رحله بتبدا من القاهره للقناطر، الرحله ديت بتودي الراكب وتنتظره انه يقضي فسحته في القناطر وتجيبه تاني نفس المكان اللي طلع منه بنفس التذكره اللي قطعها من هنا هي اللي بيروح بيها وبيجي بيها تاني. في عندنا رحلات هنا في النيل داخل القاهره متعدده الانواع، في رحله ساعه في نص ساعه حسب رغبه الجمهور. في رحله عندنا عند في محطه الجامعه جامعه القاهره، وفي برضه رحلات عندنا في منطقه الزمالك، كل دي لخدمه الجمهور. جميع الرحلات تناسب جميع المستويات، والاتوبيس النهري هو الخدمه للجمهور العريض من الشعب المصري. هل اسعار التذاكر في متناول الجميع؟ حضرتك في متناول الجميع جدا، يعني انت حضرتك التذكره اللي بقول لحضرتك يعتبر الراكب خد الوحده يوم كامل، يتحرك بيها من هنا تنتظره هناك بيرجع بنفس التذكره، يعني في متناول اي حد. يمكن انت حضرتك شفتي الجمهور واعداد الناس اللي راكبه، لو ما هيش مناسبه ليك مش هتلاقي الجمهور ده كده. والرحلات الداخليه داخل النيل برضو تعتبر مخفضه اقل من دي، الرحله عند الجامعه برضو مخفضه. احنا في متناول الجمهور لان هو الهدف، هدفنا احنا هو خدمه الجمهور، خدم احنا كهيئه كعاملين بقطاع النقل بالهيئه هنا بالاتوبيس البري او النهري هو خدمه الجمهور. يا فندم شكرا وكل سنه وحضرتك طيب. شكرا يا فندم، كل عام والشعب المصري بخير ومصر كلها دايما بخير وامان ان شاء الله. يعني عمر هكذا تحدث ضيفي الكريم عن الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل هيئه النقل العام لتيسير هذه الرحلات على المواطنين. كما ذكرت لك هذه الرحله تعد احدى الرحلات التي يقوم بها المواطنون في عيد الفطر المبارك في اجواء تسودها البهجه والسعاده. ده الاجراءات الرسميه بقى ولا، لكن بقى نقلل لنا الجانب الشعبي بقى، المواطنين وفرحتهم وجودهم على نهر النيل والاتوبيس النهري، ده خروجه كده حتى لو هيروح القناطر ويرجع بيه، لكن ممكن يركب الاتوبيس النهري كده ياخد مشوار لحد المعادي ويرجع من محطه لمحطه. عايزين بقى الاجواء الاحتفاليه بقى من المواطنين بقى ولا، وانت شاهدتيها اكيد وعاصرتيها بعينيكي. ايوه يعني بالتاكيد عمر، فيما يخص اجواء الاحتفالات منذ الصباح الباكر ونحن نتواجد هنا وبالتحديد في مرسى المظلات، كان يوجد هناك كثافه كبيره جدا من قبل المواطنين، من قبل السيدات والرجال والاطفال الذين جاءوا بعد صلاه العيد مباشره للاحتفال باجواء العيد في هذا المكان وهو مرسى هذا النهر الذي يتوجه الى منطقه الزمالك، يتوجه إلى القناطر الخيرية، يتوجه إلى المعادي، يتوجه إلى جامعة القاهرة. كما ذكر ضيفي هذه هي رحلات مختلفة على مدار اليوم كانت بالفعل تسودها أجواء من البهجة والسعادة من قبل الأطفال ومن قبل كبار السن الذين جاءوا. أيضا كان هناك الأغاني التي والموسيقى التي نستمع إليها منذ الصباح الباكر هنا في هذا المكان، وكما ذكرت لك كانت هناك أجواء من البهجة والسعادة تسود الأتوبيس النهري بشكل عام. نعم إليك. نعم طيب ولا بقى اكيد المره الجايه نشوف نقطه جديده ومعاك الاطفال بقى كده نحاول ان احنا نرصد بقى فرحتهم، واكيد انت عاصرت ده وشفتي فرحه الاطفال بوجودهم في المرسى ووجودهم طبعا في المراكب النيليه وفي المرسى نهر النيل، اكيد طبعا بيكون بشكل مختلف. عايزين بقى تنقل لنا يا ولاء فرحه الاطفال تحديدا بقى، نقطه الاطفال دي مهمه جدا بالنسبه لنا، واحنا الاحتفالات من الصبح الحقيقه حتى تواجد بعض اطفال اسر الشهداء موجودين مع السيد الرئيس وكمان في الحديقه عند ساره، واكيد كمان عندك الاطفال كان ليهم مذاق مختلف يعني. بالتأكيد عمرو، يعني في الخدمات الإخبارية القادمة سيكون هناك نقل ورصد لأجواء احتفال الأطفال بهذه الأجواء وهي أجواء عيد الفطر المبارك، وكل عام وأنتم بخير. نعم
بشكرك شكرا جزيلا زميلتي ولاء الحديني المتواجدة الآن في مقر الأتوبيس النهري بالقاهرة. شكرا جزيلا ليك يا ولاء، والشكر طبعا موصول لكل الزملاء الحقيقة اللي بيقوموا بدورهم الكبير بالرغم طبعا من الأعياد والأجازات، لكن يعني التلفزيون لا يعرف الأجازات، وبالطبع بنحاول ننقل الصورة المتواصلة من كل مكان في مصر من خلال نقل نبض الشارع الحي للأعياد اللي موجودة. الحقيقة طبعا مصر واحة للأمن والأمان، واللي هينزل الشارع هيلاقي الفرحة موجودة في كل مكان، وطبعا الاحتفالات بعيد الفطر المبارك بتستمر على مدار الأيام القادمة. الأجازة بدأت منذ الأمس الثلاثاء وحتى الأحد القادم، فرصة كويسة جدا لنقل اللي حابب يسافر أو اللي متواجد الآن في كل مكان في ربوع مصر. أكيد هيكون فرصة جيدة جدا أن احنا ننقل نبض المصريين من كل مكان في مصر إن شاء الله على مدار الخدمات الإخبارية القادمة. بشكر حضراتكم لحسن المتابعة، وبإذن الله دائما التغطية مستمرة على شاشة النيل للأخبار لمتابعة كل جديد ونقل صورة حية لاحتفالات المصريين بمناسبة عيد الفطر المبارك. أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بكل خير وباليمن والبركات، وتقبلوا تحياتي، وبالطبع نعود إليكم على رأس الساعة لمتابعة إخبارية جديدة بقمانة دائما على شاشة النيل للأخبار. إلى اللقاء.